ليلتها صعب نلاقي حدا زعلان، ولأنه هيدا عيد المحبة جربنا نرد التواصل بين المرشحين على الانتخابات عنا بمنطقة جزين. كرمال هيك بديت اتصالاتنا وبلشنا، واللي تجاوب معنا كان ركن أساس ببناء أواصل المحبة بهالعيد. مشروعنا بينقسم لمرحلتين، والليلة رح تكون المرحلة الأولى. وبالآخر بقي اسم كان من حصة النائب أمل أبو زيد. كل هدية تحولت لطابة فرح على شجرات الحياة على أرزات منطقة جزين. ومثل ما حملت هالرسائل بطياطة أحلى التمنيات، كمان نحنا نتمنى يزور طفل المغارة هالملك العظيم كل شخص تيرجع الأمل بنفوسنا. أستاذ علي رزق وجه محبب بالسياسة الجزنية، وأنا كنت كثير سعيد أنه صادف الحظ أني أقدم له هدية بمناسبة هالعيد. اخترت له ألبوم للمصور ماكس ميليجان بيعكس قدي في كونتراست ببلدنا لبنان، وقدي التنوع بيعكس غنى بهذا البلد. وأكيد الأستاذ علي هو كونه اقتصادي هو واعي هذا الموضوع. الأستاذ علي كمان عرف أنه هو ببدل إناء على السياسة، بتصور انه هذا شيء اهلنا بالمنطقه بامس الحاجه لإله. الشغله صغيره كمان اخترتها، كتاب صغير بتصور لازم يكون موجود بكل مكتبه من رفاقنا وزملائنا اللي عم يشتغلوا بالشان العام بالمنطقه. هو ايجو از انمي، الغرور هو العدو. دائما الواحد يتذكر انه التواضع وما ينسى الناس اللي حده اللي هي عم تساعده تيوصل. بالاخر بدي اتمنى له ميلاد مجيد لقلوا لعائلته، وإن شاء الله السنة جديدة بحقق كل شيء بيتمناه. أنا حبيت أقدم له للدكتور سليم الخوري هدية، أنا متأكد 100% أنها حتكون عزيزة على قلبه مثل ما هي عزيزة على كل مواطن جزيني من منطقة جزين، لأنه هيدي تراث جزين، هذا فخر جزين، هيدي الصناعة الحرفية اللي منذ عشرات وعقود عشرات سنين والعقود طويلة نحن الصناعة الحرفية بنشوف حالنا فيها وبنفتخر فيها، بناخذها معنا هدية وتذكار على موائدنا بكل دول العالم. وبدي أتمنى له هالعيد المجيد انه بتكون هالادوات الحرفيه اللي موجوده فيها يستعملها ليقص اللي لازم ينقص، ويقدر يطلع يستعمل الاداه الثانيه ليقدر يشوف اللي لازم ينشاف. يعطي الف عافيه وبتمنى له ميلاد مجيد وعام سعيد لاله لعائلته. انا بدي اغتنم هيدي الفرصه بهيدي الايام، وخصوصا نحن قادمين على عيد الميلاد وعلى سنه جديده، انه اتمنى لمنطقة جزين بالدرجة الاولى ايام حلوة، مش مثل الايام السابقة، ايام لقدام، ايام فرح، ايام محبة، ايام ازدهار. ونحن اليوم بمنطقة جزين بالذات كقوات لبنانية عملنا انه نخلي منطقة جزين تزدهر، ونعمل كل اللي بيطلع بايدنا لحتى نحقق هالحلم بمنطقتنا. الاستاذ ابراهيم عزار يلي طلع لي اسمه، وانا كنت كتير 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 مبسوط لهيدي البادرة، لانه استاذ ابراهيم بيجمعني فيه نضال طويل بمنطقة جزين. صحيح انه نحن كل واحد منا سياسيا بمحل، بس بالنهاية من وقت ما نحن موجودين هون وعم نشتغل على نفس الخط يلي هو انماء المنطقة. بتمنى له الاستاذ ابراهيم بالتوفيق، ونحن حده دايما نتمنى هو كمان يكون حدنا ونحن وياه لقدام. كل عيد وانت بخير انت وعائلتك، والله يوفقك بجميع مساعيك، ونتمنى نشوفك دايما مناسبات منيحة. وهذا الشيء رمزي من وحي منطقتنا، يعني كثير بالنسبة لشيء انت بهمك، بس تشوفه بعدين بتفهم شو قصدي.
كل عيد وانت بخير. ينعاد عليك بالصحة والعافية، إن شاء الله تكون أعياد حلوة عليك وعلى عائلتك، وإن شاء الله كل طموحاتك تتحقق، مع إنه بالسياسة يمكن أبعاد عن بعض، بس طبعاً جزين بتجمعنا والقضاء كله بيجمعنا، فإن شاء الله نكون كلنا بيد وحدة لمصلحة هالمنطقة. بدي له ينعاد علي وعلى عائلته بالصحة والعافية. إن شاء الله العيد الجاي بيكون أحلى من هالعيد، ولبنان بيكون باستقرار وبازدهار وبطمأنينة أحسن من هالسنة، لأنه السنة مرقنا بمطبات كثيرة، والله يوفق هالبلد. إن شاء الله كلنا بنشتغل، مين ما بيطلع لحتى يزدهر هالبلد ولعمران البلد ولأهل المنطقة، منطقة جزين يكون مصالحها أول شيء بالاعتبار. صديقي عزيز، بمناسبة عيد الميلاد وراس السنة بدي عيدك انت وعيدك، واتمنى لكم ان شاء الله تكون اعياد مجيدة وتضلوا بتمام الصحة والعافية، وتكون العام 2018 ربنا يوفقك ويوصلك للشيء اللي انت عم تطمح له. بعرف انه هذا الشيء اللي انا عم اتمناه شيء يمكن يكون منه سهل المنال، ولكن مثل ما انت بتعرف في شيء بيجمعني انا وياك، هي مصلحة منطقة جزين. نحن عم نشتغل كرمالها، ان شاء الله السنه القادمه تكون حقيقه سنه خير على لبنان كله، ويوصل الخير لنا على منطقتنا، وصولك انت على الندوه البرلمانيه، هذا التمني تبعك، هذا بتبعيتك والامل تبعك، ان شاء الله يكون املك يضل كبير بالحياه وبالعمل السياسي حتى توصل للي انت بتريده وبتتمناه. وكل عام وكل عيد وانتم بخير. اليوم خلصت أول مرحلة، انطرونا بالمرحلة الثانية لحصة الأكبر لمنطقة جزين.